إذا نبدأ بدرس اليوم وهو بعنوان التشبيه. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على تعريف التشبيه وأيضا سنعدد أنواع التشبيه وأيضا أركان التشبيه. نبدأ بالقسم الأول وهو تعريف التشبيه. نقرأ: الفلاح كالغيمة في العطاء. بما شبه الفلاح حدد المشبه والمشبه به. نلاحظ هنا بأنه شبه الفلاح بالغيمة، فالمشبه هو الفلاح والمشبه به هو الغيمة. ما الأداة التي ربطت بين المشبه والمشبه به؟ الأداة هي الكاف، فالكاف هنا ربطت بين المشبه وهو الفلاح والمشبه به وهو الغيمة. ما الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به؟ الوصف المشترك هو العطاء، فالفلاح معطاء والغيمة أيضا تعطينا الخير الكثير، فكلاهما يعطينا الخير. أكان هذا الوصف المشترك أقوى في المشبه أم في المشبه به؟ أي العطاء هل هو أقوى في الفلاح أم هو أقوى في الغيمة؟ طبعا هو أقوى في المشبه به وهو الغيمة. نستنتج مما سبق بأن التشبيه هو أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفة واحدة أو أكثر بأداة تشبيه ملحوظة أو ملفوظة، وتكون الصفة المشتركة في المشبه به أقوى منها في المشبه. إذن التشبيه هو أن يتشارك أمران بصفة واحدة، وذلك عن طريق أداة التشبيه. وهذه الأداة قد تكون ملحوظة أي مكتوبة، أو تكون ملحوظة، يقصد هنا أن تكون ملحوظة أي غير مكتوبة، أو ملفوظة أي تكون مكتوبة. وهذه الصفة المشتركة تكون أقوى في المشبه به من المشبه. أركان التشبيه: أولا المشبه. المشبه وهو الذي يراد تشبيهه بغيره. إذن المشبه هو الذي يراد تشبيهه بغيره، فعندما أقول أنا مثلا أحمد، هنا أحمد مشبه. كالأسد، هنا الأسد مشبه به، فالمشبه به هو ما شبه غيره به، فهنا أنا شبهت أحمد بالأسد. أداة التشبيه هي الكاف، وهي ألفاظ تدل على المماثلة، وهذه الألفاظ أي أدوات التشبيه من الممكن أن تكون اسم أو فعل أو حرف. فعندما قلت أحمد كالأسد، هنا الكاف هي أداة التشبيه. وجه الشبه هي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به، فعندما أقول أحمد كالأسد في الشجاعة، هنا الشجاعة هي صفة مشتركة بين أحمد وبين الأسد. والكاف هي أداة التشبيه لأنها ربطت بين المشبه والمشبه به. أدوات التشبيه مثلا الكاف، مثل، كأن، يحاكي، يماثل، هذه كلها تعد من أدوات التشبيه. وهذه الأدوات كما قلنا ممكن أن تكون اسم أو ممكن أن تكون فعل أو تكون حرف. تدريب: حدد أركان التشبيه في البيت الآتي: أنت كالبحر في السماحة، والشمس علوا، والبدر في الإشراق. نلاحظ هنا أن أنت هي المشبه، الكاف هي أداة التشبيه، أنت كالبحر، هنا المشبه به هو البحر، السماحة هي الصفة المشتركة بين هذا الشخص وبين البحر. أيضا والشمس علوا، أي أنت أيضا كالشمس في العلو، فهنا أنت أيضا مشبه، وهنا الكاف، وهذه الكاف هنا غير موجودة في البيت، وإنما هي ملحوظة من خلال معنى وسياق البيت، أي أنت كالبحر في السماحة وأنت كالشمس في العلو. أيضا هنا قال: وأنت كالبدر في الإشراق، أيضا أنت مشبه والبدر مشبه به، والإشراق هو وجه الشبه. إذن نلاحظ هنا في هذا البيت
لدينا أكثر من تشبيه، فالتشبيه الأول: أنت كالبحر في السماحة، أنت مشبه، الكاف أداة التشبيه، البحر هو المشبه به، السماحة هي وجه الشبه. أيضا: أنت كالشمس علوا، أي أنت مشبه والشمس مشبه به، وهنا لدينا الكاف، لكن كما قلنا الكاف هنا هي ملحوظة، وعلوا هو وجه الشبه. والبدر في الإشراق، أيضا البدر مشبه به والإشراق هو وجه الشبه. من سيعدد لنا أركان التشبيه ويعرف لنا التشبيه؟ رويدة تفضلي. التشبيه أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفة واحدة أو أكثر بأداة تشبيه ملحوظة أو ملفوظة، وتكون الصفة المشتركة في المشبه به أقوى منها في المشبه. أركان التشبيه: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. نعم صحيح، جزاك الله خيرا. إذن التشبيه أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفة واحدة أو أكثر بأداة تشبيه ملحوظة أو ملفوظة، وتكون الصفة المشتركة في المشبه به أقوى منها في المشبه. أركان التشبيه: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. المشبه وهو الذي يراد تشبيهه بغيره، المشبه به وهو ما شبه غيره به، أداة التشبيه وهي ألفاظ تدل على المماثلة، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. أما وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به.